أعزائي المشاهدين، مساكم الله بالخير وحياكم الله معانا وحلقة جديدة من برنامجكم من مكتبتي، وضيفنا المتواجد معانا دائما استاذ فهد عبد الجليل مغازي. مساك الله بالخير. مساك الله بنور يا فهد، حياك الله وساعة مباركة. سعيد دائما متواجدي معك. مغازي، اشوف صورة الملك فيصل الدخيل، هذه اعتقد 77 لا هذه 79 11 اب، ايه 11/8 11/8 احنا حفظنا اب من هالغزو. والله لا يعيد ان شاء الله. الله لا يعيد ان شاء الله. ولا الاشهر العربيه ما نعرف، ما نعرف تشرين واب ونيسان، ما نعرف تموز، لكن اب ثبت ذكرى يعني مؤلمه الحقيقه. هذا طبعا 11 اب 11/8/1979. انا بس لما قلت 77 انا ما اتكلم عن المجله، اتكلم عن الصوره نفسها. الصوره نعم، صوره لفيصل الدخيل، وكذلك زاقالو يخطف الدخيل. حلو هذه. زقالو يخطف الدخيل. اي هاي صوره زقالو، صوره جميله. اذا 79 يخطف الدخيل. موضوع الغلاف، فيصل الدخيل نجم منتخب الكويت ونادي الغاتية الذي اطلق عليه زقالو لقب منه؟ لاعب اوروبي كنا قالنا. برازيلي ها؟ اي ريفالينو الخليج. اطلق عليه زقالو ريفالينو الخليج على فيصل الدخيل. صدق والله انا ملاحظ الشيء هذا. وقصة اختطافه للعب لأحد الأندية السعودية البرازيلية الخليجية الهلال. نعم يعني ريفالينو الخليج، يعني هذا لقب جديد ترى غير الملك. صحيح. هني طبعا هذا موضوع كامل جميل، بس بقول لك شغلة مع أساس ما زقالو متعود إنه يطلق ألقاب مثل ما طلق على بيليه العرب فتحي كميل، أطلق ريفالينو الخليج على الكابتن فيصل الدخيل. طبعا هني موضوع غلاف زقالو يخطف الدخيل، زقالو في معركة شراء النجوم لأندية سعودية. هذا طبعا زقالو صح، يعني دخيل أفضل لفريقي من أي نجم عالمي. صحيح. يقول زقالو وقتها كان مدرب منه هو الهلال السعودي. فزتم بالبطولة بريفالينو واحد، فما بالكم باثنين ريفالينو. صحيح. لهذه الأسباب وقع اختياري على فيصل الدخيل. هذه طبعا صور جميلة لزقالو وفيصل الدخيل. كذلك لاعب نادي الهلال السعودي، عرفت ابو فهد؟ لاعب نادي الهلال السعودي هذا ريفالينو. اي نعم. اللي تحت، وايضا هني الصوره موجوده للكابتن فيصل الدخيل. طبعا التسميه جت مو من عبط، لان زقالو هو درب فيصل الدخيل ثلاث سنوات وكان يعرف مميزات، ودرب ريفالينو ايضا. فكان يعرف مميزات اللاعبين انهم متشابه لدرجه 80%، الا ان ريفالينو كان عصبي، فيصل كان هادي في الملعب. نعم. طبعا دخل زقالو المعركه سعيا وراء الحفاظ على سمعته الكبير كمدرب كبير لا تاريخ الكروي المجيد. تاريخ زقالو يعني حافل بانتصارات جيده، فعد احرز مع فريق البرازيل كأس العالم مرتين 58 و62، كان زقالو يومها لاعبا، كما أن تاريخه بتدريب المنتخب البرازيلي حافل بالانتصارات. صحيح. أيضا فقد حصلت البرازيل على كأس جون رومي سنة 70 واحتفظت بالكأس نهائيا. البرازيل كم مرة أخذوا كأس العالم؟ خمس مرات. خمس. نعم. أربع بطولات زقالو مشارك فيها. نعم. لاعب بطولتين. نعم. ومدرب بطولة ومستشار بطولة اللي هي 94. نعم. استحقت كأس العالم مثقلة والمركز الرابع في مسابقة كأس العالم 74. طبعا هذا يتكلم طبعا عن زقالو. هني طبعا اما بالنسبه للكويت، يعني هني فكان عدد المباريات الرسميه التي قادها زقالو كمدرب مع المنتخب الكويتي، هاي معلومه مهمه. حلوة. 27 مباراه، مباراه دوليه مع المنتخب الكويتي، فاز في 19 وتعادل في 4 وخسر 4. خسر 4 يعني سجل جيد حقيقه. ومع رحلة الدوري مع نادي الهلال السعودي لعب الفريق بقيادة زقالو 18 مباراة، فاز في 13 وخسر واحدة، وسجل 48 هدف وعليه 15 هدف. هذا طبعا صحيح. طبعا 27 مباراة هي مباراة رسمية قصدهم. نعم. و27 مباراة قصدهم يعني مو العسكري، لأن أشرف على تدريب منتخب العسكري هو بسنة 77. يعني هذه كذلك صورتين حلو جميلتين للملك فيصل الدخيل. فيصل الدخيل هذه سنة 77. نعم. 79 بطولة العراق دورة الخليج الخامسة. لكن نطلع فاصل، ايش رايك بغازي؟ أعزائي المشاهدين لا تبعدون، خلكم معانا فاصل قصير ان شاء الله وراجعين لكم.
أعزائي المشاهدين، رجعنا لكم بعد الفاصل وتكملة بقية حلقتنا، وكنا نتكلم عن جريدة مجلة الرياضي سنة 79 بوازي. نعم عدل أب أب إيه نعم. يعني هذا طبعا الضوء الأخضر لخطف الدخيل، يقول لما تقدم من أسباب أضاء زقالو النور الأخضر المسؤولين في نادي الهلال التعاقد مع فيصل الدخيل، مؤكدا أن هذا التعاقد لو تم سيكون أفضل الفريق من أي لاعب أوروبي. صحيح، ركز أعزائي المشاهدين بالنقطة هذه، والهدف من برنامجنا نادي الهلال السعودي، في مدرب نادي الهلال السعودي القدير زقالو كان حريص على أن يتعاقد مع الكابتن فيصل الدخيل كمحترف في الدوري السعودي سنة 79، يلعب بجوار ريفالينو واللي مختاره زقالو. نعم طبعا، وشدد زقالو على ضرورة التعاقد مع الدخيل، وقال لهم أن خبرتي تقول لو تعاقدوا مع الدخيل ولا تبخلوا، فكل التقارير التي تردني من أصدقائي في الكويت تؤكد أن ريفالينو الخليج، فإذا كنا قد حصلنا على بطولة الدوري بريفالينو واحد، يقول فما بالكم باثنين ريفالينو. وأمام رغبة زقالو بدأت المحاولات والاتصالات والعروض لخطف ريفالينو الخليج من قادسية الكويت إلى هلال السعودية، وإن كانت الأمور المالية والاتفاق عليها ما زالت موضع سرية، فهل ينجح زقالو في خطف الدخيل؟ هذا ما ستكشف عنه الأيام القليلة القادمة ونحن ننتظر. طبعا نقول حق السادة المشاهدين، منتخب نادي الهلال السعودي جاي الكويت سنة 80، موسم 80-81، وتقابل مع منتخب مع نادي الكويت وتعادل 1-1، وتقابل مع نادي القادسية وتعادل 1-1 أيضا، وأحرز هدف القادسية الكابتن فيصل الدخيل بضربة رأس بعد ما ضاع جاسم يعقوب ركلة جزاء. الحقيقة هذا العم عبد الرحمن المزروعي الله يطول عمره، الله يطول عمرك وزارة الشؤون، صراحة ما أقدر أتجاوز هذه الصورة واللقاء. لا أكيد المزروعي طبعا صرح سمو الأمير المفدى يتابع باهتمام نتائج وأخبار أبطالنا في الخارج، نتائج أبطالنا عكست الدور الإيجابي تقدمه لهم الدولة، دورة المعوقين في احتفال العيد الوطني المقبل. طبعا هذا يتكلم عن جمعية المعوقين، كرموا أبطال الكويت العائدين من لندن بطولة العالم للألعاب معوقين، وبرصيد ميداليات 24 ميدالية اللي هي المعاقين، إيه كاتبين معوقين جمعية المعوقين. يعني يمكن حضر الحفل جمهور كبير من أعضاء وعضوات الجمعية، وعلى رأسهم أستاذ عبد الرحمن المزروعي وكيل وزارة شؤون المساعد لشؤون الشباب. هذه طبعا صورة العم عبد الرحمن المزروعي، الله هذا تحت الفريق جمعية المعوقين، كان أشهر النار على العلم، كان داعم وكان حريص وقتها وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، لأن كانت الرياضة تابعة لوزارة الشؤون في تلك الفترة. يعني يعني أفراد جمعية المعاقين منذ تأسيسها وإلى الآن وهم يحصدون ألقاب والبطولات. تذكر عادل فعلًا يعني الحقيقة فعلًا يعني عادل الرومي رفعوا روسنا، ونزار رمضان أيضًا كانوا يحققون نتائج. نعم والقلاف الآن. والقلاف صحيح. يعني ما ننسى البطل يعني فعلًا جمعية المعاقين من الجمعيات فعلًا الواحد يفتخر فيها. طبعا ابو غازي الحين وصلنا لفقره التجوري. نعم فقره التجوري عندنا يعني هذه الصوره الجميله لملحق اجيال، هديه مجانيه مع اجيال احد 11/2/1973، هي طبعا بعدسه مصطفى توفيق. نجوم القادسية هذه طبعا اللي شاركوا في مباراة بيليه اللي هي لعبة سانتوس، نشوف من الشمال مدير الفريق العم ابو احمد عبد المحسن الفارس، وايضا بجانبه رحمه الله عليه عبد الله العصفور، عبد الحميد شطي رحمه الله عليه، عبد الله العيسى، كابتن سلطان يعقوب، سعود ابو حمد رحمه الله عليه، فاروق ابراهيم، فهد العيسى، حمد ابو حمد، جاسم يعقوب، ولافي كريم نصار، وموجودة مجموعة من اللاعبين أيضا. صورة جميلة جدا لفترة جميلة جدا من حقبة من أجمل حقب لفريق نادي القادسية. أعزائي المشاهدين مع الصورة الجميلة لفريق القادسية نصل لنهاية حلقتنا، تقبلوا تحياتي وتحيات أخوكم فهد العبد الجليل، إلى أن نلقاكم إن شاء الله في حلقات قادمة، ومع السلامة.